النقد بالسياسي دولار ولا يورو؟ لا لا عم بحكي على النقد مو النقد يعني الانتقاد. ايه ما فرقت نفس الشيء، بدك حقه بالدولار ولا باليورو؟ ليش ما فيني انتقد ببلاش؟ لا ماش شلون ببلاش؟ شو مجنون انت؟ رو للحلقة رو. هذا مو سوء تقدير، هذا تقدير سوريالي، كلام من الواقع يعكس واقعنا الانعزالي. فسر مثل ما تفسر يبقى المعنى قلب الشاعر، مستر كونسبشن يطرح افكار مفهومة من العاقل. ميس كونسبشن على هوا راديو سوريا، خليكم معنا لنعرف شو هي ميس كونسبشناتنا لليوم. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج ميس كونسبشن. حلقتنا اليوم بعنوان النقد بالسياسي. في ناس بتحسب النقد بالسياسي يعني نقد، يعني لازم تقبض شندي بالسياسي. فقل لي من تنتقد اقول لك من انت، بس مو بالضروره كل نقد بالسياسي يكون وراء دولار. بس يمكن افتراضا، ها يمكن وانا عم اقول يمكن، ها كل دفاع عن النقد يمكن يكون وراه دولار. اسمح لي ابو جريج، اليوم انت المريض سياسيا. لا الله يسامحك، ليك عم تحكي معي؟ لانه هذا اسمه تجني. طيب كمل لشو بالنقد. ما كل دولار عم يندفع للنقد، بس الفرق بين القنوات الاعلامية يلي واضح تمويلها من وين بشكل صريح وفاضح، وبين الجهات الإعلامية بين قوسين وبين المحطات يلي عم تشتغل على الشيء التنموي وعلى محاولة بناء مجتمع، فرق كتير كبير. بس للأسف سوء الفهم الحاصل بين خضم كل شيء عم يتكسر من تماثيل ومن أعراف وتقاليد كنا نعتبرها مسلمات قبل الثورة وصارت هدف للتحطيم مع الثورات، ضاعت الطاسي. يعني صار في إزميل ومطرقة نازلين فيهم تكسير بهالتماثيل السياسية والغير سياسية. ومثل ما تكسرت تماثيل بين قوسين بالغلط لما فكروها تماثيل للقائد الخالد المناضل حافظ الأسد، للأسف عم يتعمر بجوات بعض الصحفيين والإعلاميين تماثيل تانية. البغدادي يلي مسمي حاله أبو بكر هو واحد من هالتماثيل، وغيره وغيراته كتير. بس سوء الفهم الحاصل بين النقد والسياسة هو انه عم تنعمل تماثيل وشخصيات جديدة بالسياسة وبالاعلام، وبتتحول مقدسة عن جماعة وغير قابلة للنقد عن جماعة تانية. وللأسف يلي ما عنده مقدس سياسي او اعلامي عم يفتح على حاله جبهات. لك انا قلت لك من الاول بلاها حلقة نديمة قطيش، قلت لك انت ما سمعتني. خيو فتحنا هالجبهة، بس نحن مو بس هالجبهة، لا نحن من بداية البرنامج عم نفتح جبهات. لو بدنا كل مرة نقول بلاها ما كنا عملنا البرنامج من أساسه. شوف أنا ما بعرف شو كانت حساباته السياسية، ما بعرف شو طبيعة الإعلام اللي بيشتغل فيه، بس أنا أتهم بنفس الأمر. أنا أتهم بأني بركز على 8 أدار، وأنا مش خافي هذا الشيء. أنا أعمل في محطة سياسية وأعمل في ضمن خط سياسي. نحن نعمل في الإعلام السياسي ولسنا في إعلام يعني ياباني أو صيني بعيد عن الحدث على مسافة واحدة من الجميع. أنا لست على مسافة واحدة من الجميع، وأنا مش محايد. أنت من حاجة أنا عندي موقف سياسي وعندي أولويات بالسياسة، والسياسة هي صناعة أولويات وترتيب أولويات وإدارة أولويات. بإدارة الأولويات أنا مش أولوية اليوم أني أعمل نقد سياسي ل 14 أدار، علما أنه بمقالاتي لا أوفر 14 أدار. أنا كتبت منتقدا موقف 14 أدار من بدايات الثورة المصرية والعلاقة الملتبسة بين 14 أدار والنظام حسني مبارك. كتبت عن علاقة 14 أدار بالثورة في البحرين التي لم تنجح في رؤية
يعني ما هو حق في هذه الثورة وما هو باطل. لا لكن يعني أنا كتبت. كتبت لك ماذا عن يعني وسيلة جماهيرية. أنا بشتغل بمحطة سياسية بكل بساطة، هناك سقف الحرية في هذه المحطة كما هناك سقف في أي مكان آخر. بخصوص باسم يوسف. وأعتقد أن باسم كان لديه سقف وأعتقد أنه عنده أولويات. يعني خلينا نقول أمور مثل ما هي، يعني ليش ما ندعي أشياء مش موجودة؟ أنه نحن في نعيش في زمن مثالي وحريات مطلقة. لا. أنا منسجم بالمكان اللي أنا فيه، بس عم أقول باسم يوسف منعه مش فقط لأنه تطاول أو انتقد، هو ما هو عمل نقد خفيف للسيسي ما تحمله، وبالتالي هذا أمر مختلف تماما عن اللي أنا عم أقوله. أنا عم أقول بالأولويات السياسية مش أولوية أنت 14 أدار. من وين جايب هالمقابلة؟ جزيرة عربية دنيا؟ من وين؟ من وين؟ من وين؟ هاي من عنا، من أرشيف سوريالي. يوه عتبي مو عليك يا أبو جريج، عتبي على اللي فهمنا غلط. نحن عم نحاول نكون كتير واضحين وصريحين، عم نحاول نشرح لكل الإعلاميين والمستمعين شو نحن ومين نحن وليش عم ننتقد. بس المشكلة بيلي ما بيفهم نقدنا للنقد السياسي على إنه نقد وليس هجوم ولا تجريح، هون سوء الفهم الحاصل عندهم بالنقد السياسي. النقد السياسي هو أنه توجه أصابع الشك لأشخاص وتلعب دور محامي الشيطان مع كل الشخصيات الإعلامية والسياسية يلي بتحبها ويلي ما بتحبها على حد سواء. بحلقتنا الماضية حكينا عن شخصية إعلامية منحبها أو مفهمونا العالم غلط، بس نحن بكتير حلقات ماضية من برنامجنا أو برامجنا الثانية مثل موجز أخبار سوريالي مثلاً، تقريبا ما حدا سلم من لساننا ولا من النقد ولا حدا. بس أنا ما وافقت على حلقة نديم قطيش. مو هون قصتنا أبو جريج، القصة هي بطريقة التناول، كيف منتناول هاي الشخصيات. خيو ما في شي ببلاش ولا شي، كله بمصاري. بس في فرق كبير بين المصاري يلي بتحدد لي شو بدي أقول وكيف لازم أقول، وبين المصاري يلي بقول فيها يلي عكيفي. بلا ما نضحك على بعضنا، كل المؤسسات الإعلامية وحتى المواقع الإلكترونية البسيطة بدها تمويل، بس المهم إنك تحط حد لهذا التمويل وما تسمح له يفوت بتفاصيل شغلك، وبين إنك تقبل منه هو يلي يقلك شو تشتغل، وهذا فرق كتير كبير صدقني. مصاري عن مصاري بتفرق معلم، بتفرق. وهون صرنا بسوء التقدير يلي راح نحكي عنه أكتر بهديك الفقرة. لكن شو قصدك من كل هالحكي؟ ضيعتني كالعادة مستر كونسبشن، ضيعتني. يعني نحنا ما نجي نلبس عمامة الطهارة على عمامة النجاسة، خلينا ما نلبس عمامة على عمامة. حلقتنا الجاية على فكرة حتكون عن العمامات بالسياسة، من العصملي مرورا بالفرنسي وتاج الدين الحسني وصولا لكفتار والبوطي وحسوني، كيف السوريين تعاملوا مع العمامات بالسياسة. بحلقة ماضية حكينا عن اللحية بالسياسة وكيف بتطول لحيتك بناء على مقتضيات الدولار والريال والدرهم والدينار. أعطيه كيسا من الدنانير يا فلان. وحكينا عن حف الشوارب، كيف بتحف الشوارب لتحصل على حفنة من الدنانير. بس بهي الحلقة ما رح نحكي عن هاي المواضيع لأنه خلص يعني صاروا كتيرين بيعرفوها. بس يا أخي مو يعني إنه شوارب بني فارس أشرف من دقون بني قريش. يعني لما الألمان خلصوا من شوارب هتلر ما راحوا جابوا صلعة تشرشل، لما استوردوا شوارب ستالين شخوا بمفرقة، بعدين اجت أنتي ميركل وقبل كتير من المستشارين بنوا دولة بعيدا عن التبعيات السياسية. لوين بدك توصل؟ فهمني بس لوين بدك توصل؟ خيو ببساطة، لا السوريين ولا اللبنانيين اللي بيشتغلوا بأي وسيلة إعلامية، ونحن ما عم نحكي عن تلفزيون المستقبل بس ولا عن شخصية إعلامية بعينها، لا عم نحكي بالعموم، نحن ما رح نخلص من الطائفية والبرتقاني والأزرق، ما بدنا نخلص من أصفر لبرتقاني لأزرق، ما رح نغرق مع عمامة سودة أو بيضة أو شماغ، ما رح نفوت بدهاليز سماحته أو سموه أو قداسته أو جلالته مرة تانية. وفهمكم كفاية، صغر الجغرافيا بدولة ما لا يعني صغر التاريخ، بعيدا عن فكرة عن الاجتماعي والقومي. ما صفي غير تقول اسم الحزب حبيب. لكرو للفاصل رو. غيرنا روض قصير لا يتحكم بالمصير، نحنا من نسيم منطير ومنرتد على التدمير، بس تتشرق بسؤال عن تدهور الأحوال، يسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات،
التحضير الحاصل من منحبكجية الإعلاميين والسياسيين هو إنه مو طالع لهم منهم شيء. يعني تحويل أي شخصية سياسية أو إعلامية لصنم بتكون عم تسيء لها. في نقد سياسي مع نقد وفي نقد سياسي لوجه الله. من عيدة يعني في نقد سياسي مع نقدي شندي وفي نقد سياسي لوجه الله. سوء التقدير لما بصير النقد السياسي مخلوط مع النقد لوجه الله. يعني مثل ما قلنا بالحلقة الماضية قل لي من لشو التشفير لك مشان الله لا تفوتني بهالمعمعات رو للمسكونسبشنات رو على شكله شك شكله وإذا حفر لك دك دكله على شكله شك شكله وإذا حفر لك دك دكله خد من تمه ورجعله وبحكيه لا تقطعله خد من تمه ورجعله وبحكيه لا تقطعله خلي يحكي واسمعله مهما كزداد وتقلو على على شكله شك شكله إذا حفر لك تكتكلو على شكله شك شكله إذا حفر لك تكتكلو خد من تمه ورجعله وبحكيه لا تقطعله خد من تمه ورجعله وبحكيه لا تقطعله خلي يحكي واسمعله مهما كزداد وتقلو رجعنا لكم مع مسكونسبشناتنا بس رح نغير شوي بالحلقات القادمة ورح يكون العرض التنازلي بهاي الحلقة عن أسوأ المتمولين سياسيا وأعلاميا من النقد السياسي. بالمرتبة الخامسة بيحتل ناصر قنديل وهي المرتبة أخذ بجدارة على عبارة خلصت وفشلت. خلصت وفشلت ما بس خلصت وفشلت والشعار حيكون بالمرتبة الرابعة الشيخ العرعور ومسابقة الطناجر. بالمرتبة الثالثة حكم البابا وستاتوساته الفيسبوكية يلي حسب قوله ما عم يقبض عليها شيء. بالمرتبة الثانية تنالها بجدارة قناة المنار وبيحتل المرتبة الأولى لأننا هرمنا هرمنا وقناة الجزيرة الفضائية والعربية وأمثالهم. ولهون بتكون خلصت حلقة اليوم من ميس كونسبشن. الراديو مكمل مع برامج وأغاني أكتر كمان وكمان فخليكن مولفين على راديو بيولف عيل اللي بتحبوه. وأنا بشوفكن الأسبوع الجاي. سلام. هذا مو سوء تقدير هذا تقدير سوريالي كلام من الواقع يعكس واقعنا الانعزالي فسر مثل ما تفسر يبقى المعنى قلب الشاعر مستر كونسبشن يطرح افكار مفهومه من العاقل. هذا البرنامج من انتاج راديو سوريالي 2015.